بسم الله الرحمن الرحيم على عباد الذين اصطفى ربنا ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالابد الاكبر سبحانه وتعالى قلنا الايه دي ان شاء الله تبين لنا كيف يتميز الابرياء عن الاسلام عن بقيه الخلق من حيث البركه من حيث العنايه الالهيه من حيث التأدية الرباني او النصب والاجر لانه ما فيش نصب لاجر عن الابرياء وكثير من الخيرات التي يتميز بها الانبياء عليهم السلام من دون سائر الخلق. ثم نختم ان شاء الله تعالى بخير بعد الخلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يكون خير اي مصيرهم هو ضلالات وعذابات ربما قصرى ليس مقصوره على الدنيا بل يتعدى الى الحياه البرزخيه ثم يصل الحال اسوء حال وفي جهنم خالدين فيه. نسال الله السلامه.